روان وهي بتصحى من نومها اتأخرت، وقامت تجري ناحية المطبخ. دخلت المطبخ وفتحت التلاجة وقالت ايه ده، ثواني انا فتحت التلاجة ليه ودخلت المطبخ ليه، يوه علي وعلى دماغي. واتجهت ناحية الحمام لتتوضأ وتصلي الصبح. روان بعد ان انتهت من صلاتها وقراءة وردها اليومي، الحمد لله، اما اروح اغلس على الواد اسو اصحيه، ده اصلا لو كان نايم امبارح بعد ما عرف ان سوسو جاية. واتجهت روان لأوضة اخوها عشان تصحيه، وقبل ما تدخل الأوضة وقفت على اطراف صوابعها بدون ما تعمل صوت، اتجهت لسرير اخوها وفجأة اصحى يا اسو. هيثم وهو ينتفض من سريره برعب، في ايه يا بنت المجنونة، حد يخض حد كده يخرب بيتك، امتى تتجوزي عشان اخلص منك. احسن احسن، وبعدين قوم كده فوق، ده النهاردة يوم عالمي يا بطة، ولا نسيتي يا كميلة؟ هو انا اقدر انسى اليوم ده؟ ده انا مستنيه من يوم ما اتولدت اصلا. روان بجدية مش متعودة عليها، طالما بتحبها كده يا هيثم سبتها ليه من 5 سنين؟ عشان كانت ايامها صغيرة لسه، كانت في تلت اعدادي، ازاي اتجوز طفلة؟ روان بمزاح عشان تهون على اخوها، قال يعني البت دلوقتي عجزت، ده زمانها لسه قمر زي ما هي يا عجوز. انت بقى كده انا عجوز يا قزم انتي، تعالي بقى اعرفك مين العجوز ده. روان وهي بتجري بمرح وبتطلع لسانها لي، انت اساسا بقى على الفاضي، وفي الاخر ابو وردة بيصبح عليك زي كل يوم يا ماما. وظهروا يضحكون ويلعبون الاطفال حتى جاءت امنا الغولة، قصدي ام روان، هتفضلوا طول عمركم عيال لحد امتى؟ ما تتلموا يا شوية كلاب، ولا سيب اختك يلا نزلها من على كتفك، انت بتشد شعري؟ طيب طب وربنا لارميكي من البلكونة، انا همشي وهسيب ليكم البيت. احي انا ايه اللي دخلني المطبخ، منك لله يا روان، نقلتيلي عدوى الجنان. ليرن الجرس الذي كان في انتظاره الجميع، ومع رنت جرس الباب يرن جرس قلب هيثم معه. روان وهي بتجري لتفتح الباب، سوسو جت سوسو جت، وتفتح الباب لتجد ابنة خالتها وشايلة شنطتها بابتسامة كبيرة. روان وهي بتحضن إسراء ابنة خالتها، ياه يا عبد الصمد، أخيرا جه اليوم اللي أشوفك فيه في القاهرة، أنا كنت فقدت الأمل يا سوسو. حرام عليكي، أنتي لسه هبلة زي ما أنتي، أنا قلت هاجي ألاقي البنت عقلك. وحشتيني يا سوسو والله، عاملة إيه يا حبيبتي، ومرات عمك عاملة إيه؟ الحمد لله يا خالته، بتسلم عليكي. لتتجه بنظرها لهيثم اللي واقف كالصنم في مكانه. إسراء بهدوء وحزن تحاول أن تخفيه، إزيك يا هيثم عامل إيه؟ هيثم وهو بيتأمل كل تفاصيلها بعشق غير قادر على إخفائه. إسراء باستغراب، هيثم إزيك؟ الحمد لله يا سوسو، قصدي يا إسراء، انت عاملة ايه؟ الحمد لله. 5 سنين يا بنت اللذينة، ده انت غبتي وقلتي عدولي، وحشتينا والله يا ام عيون السماء. يا انت لسه فاكرة الاسم ده؟ طبعا يا معلم، ودي حاجة تتنسي، انا حتى لسه فاكرة الالعاب بتاعتنا اسمها ايه. والله يا بنت عمرك ما هتتغيري، كبرتي مهما كبرتي لسه صغيرة. طبعا يا ماما، وعلى رأي ست صفاء ابو السعود، انا مهما كبرت صغير. حرام عليك يا رورو والله، لسه فيكي حتة القلش دي. يلا يا بنت على الأوضة، نحن نغار برضو. يو حاضر يا سي سيد، ما تزقش بس. روان وهي بتكلم هيثم اللي واقف بيبص الإسراء وكأنه هياكلها، ايه يا اسو مش سمعلك صوت ليه من ساعة ما البت جت؟ ها بتقولي حاجة؟
لا ده انت في الباي باي خالص. ليقاطعهم صوت أمهم وهي تخبرهم بأن يحضروا أنفسهم للإفطار. أما عند إسلام فكان قاعد في حديقة منزله بيتناول إفطاره مع والدته، ولكن عقله في مكان آخر مع مجنونته الأم وهي بتنادي إسلام إسلام. بتقولي حاجة يا أمي؟ يا ابني أنا بقالي ساعة بنادي عليك، إيه مين سعيدة الحظ اللي واخد عقلك كده؟ إسلام بشرود ولم ينتبه، ده أنا اللي هبقى سعيد الحظ والله يا ماما لو بقت من نصيبي. إيه مين دي يا إسلام؟ ها؟ لا ولا حاجة يا ماما، أنا هقوم بقى عشان أستعد للجامعة، وما تخافيش على الشركة، هتكلم أحمد صاحبي دلوقتي يروح هناك وياخد باله من الشغل مكاني. تمام يا حبيبي، ربنا معاك يا رب. ابقى سلم لي على أحمد الجزمة ده، معقول ابقى عمته وما يجيش يشوفني ولا مره بعد وفاه والدك؟ والله يا ماما هو عنده مشغله وشركته، معلش اعذريه. ماشي يا حبيبي، يلا ربنا معاكم. ستوب. احمد مختار الدسوقي ابن عم اسلام السيوفي وصديقه الوحيد المقرب اليه، اسلام يثق فيه ثقه عمياء حتى عندما طلب منه اداره شركه والده بجانب شركته لم يتردد لحظة في الموافقة. أحمد في نفس عمر إسلام، في 30 من عمره. أحمد يعتبر جميع النساء خائنات ويذهبون فقط لمن يمتلك السلطة والنفوذ والأموال الكثيرة، وده لأنه كان متجوز وبيحب زوجته جدا، ولكنها قامت بخيانته مع مديره السابق في الشركة قبل ما يديرها هو، ومنذ ذلك الوقت وهو يعتبر جميع النساء خائنات. أحمد لديه ابن صغير يسمى إياد، وبعد أن طلق زوجته قرر أن يمضي حياته في تربية ابنه الصغير فقط. إسلام وهو بيكلم أحمد في التليفون، إزيك يا أبو حميد عامل إيه؟ عاش من سمع صوتك يا ابني. والواد إياد عامل إيه؟ الحمد لله يا إسلام، طمني عليك وعلى طنط مجدة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا احمد. المهم هتروح الشركة ان شاء الله النهاردة؟ انا اصلا في الشركة دلوقتي. ايه ده بدري كده؟ هو انت فاكرني زيك يا كسلان؟ يلا انا هقفل دلوقتي عشان معايا كم ملف عاوز اخلصهم. ربنا معاك يا صاحبي، يلا سلام. ليستعد اسلام للذهاب الى الجامعة ليلقي محاضراته أو ليرى جميلته المجنونة. وفي الجهة الأخرى في قصر الآدم، آدم وهو يستعد للذهاب للشركة بتقتحم ياسمين عليه الأوضة. دومي كنت عاوزك في خدمة، بليز ضروري. خدمتين؟ بص بصراحة أنا كنت عاوز أشتغل. تاني يا ياسمين، إحنا مش قلنا موضوع الشغل ده يتقفل نهائي؟ ليه مصممة تنكدي علي على الصبح؟ ولا هو الطبع ده بقى فيك انت كمان؟ ياسمين وهي بتتراجع بخوف، والله يا ادم ما اقصدش افكرك بيها او انكد عليك، انا بس نفسي اشتغل والله، انا مش متخرجة من هندسة عشان اقعد في البيت، ارجوك توافق عشان خطري. لو كنت حرمتك من حاجة يا هانم ساعتها بقى تعالي قوليلي عاوز اشتغل، لكن شغل لا، انسي يا ياسمين، ده انت اخت ادم الكيلاني، مفيش شغل وما تفتحيش الموضوع ده تاني، فاهمة؟ ياسمين وهي بتحرك راسها عدة مرات من الخوف، حاضر فاهمة فاهمة. ويذهب آدم إلى شركته تاركا أخته تفكر كيف تقنعه مرة أخرى بأن يتركها تعمل في مجالها. وبنروح لروان، كانت كالعادة بتستعد عشان تروح الجامعة وسط جو من المهرجانات الشعبية اللي سبب صداع للجميع، وبتدخل عليها إسراء بإنزعاج، يا بنتي حرام عليكي، ده صوت ايش فهمك انتي في الفن يا هبلة؟ وبعدين سيبك انتي، ايه الشياكة دي؟ انتي رايحة فين؟ ما انتي لو مركزة معايا وسايباكي من القرف اللي بتغنيه ده كنت فهمت ان من الصبح بقولك هاجي معاكي الجامعة عشان اشوف جدول محاضراتي. والنبي انتوا ناس غاوية هم وخلاص،
أنا لو مكانك وجاية من سفر بعيد زي الشرقية كنت نمت لي يجي سنة وفي داهية المحاضرات على الكلية. ما تتحرق الكلية أكتر ما هي محروقة. حرام عليك يا شيخة، ده أول يوم ليا في الجامعة، إيه التعقيد ده؟ أنت لسه شفتي حاجة؟ ده أنت هتموتي يا سوسو. يلا يا بنتي عشان نلحق الكلية قبل الساعة ما تعدي 8. يخرب بيتك، هو احنا في مدرسة؟ وربنا انت بريئة قوي. امال هي مش ليها مواعيد دخول وخروج وكده؟ لا يا حبيبتي، هي ليها مواعيد بس احنا ما بنلتزمش، بندخل بعد ما المحاضرة بتبدأ بساعة كده ونطلع قبل ما تخلص بنص ساعة. لا انا كده اطمنت على نفسي خلاص. طب يلا البسي الطرحة عقبال ما تحايل على الواد اسو يجي يوصلنا. اسراء بتنهيدة حزينة وهدوء، ماشي اطلعي يلا. روان وقد احست بحزنها فتحدثت بمرح محاولة اسعادها. ايه ده انت بتطرديني؟ بس انا اروح اقعد عند امي، لا تقولي اطلعي برا ولا تبوظ في وشي. حرام عليكي، هتموتيني نقص عمره والله. فخرجت روان واتجهت لغرفة اخيها. روان وهي بتقتحم الغرفة كعادتها، يلا البس يا اسو عشان تيجي توصلني الجامعة. كم مرة يا زفتة اقولك ابقي خبطي قبل ما تتنيلي تدخلي، ها كم مرة؟ مرة الشهر اللي فات، وواحدة الاسبوع اللي بعده، وواحدة اول امبارح. انت يا بنت بتحبي تتضربي؟ ما تبطلي هزارك ده شوية وتكلمي جد زي بقية الناس، والله انا ما شفت ولا هشوف زيك. طبعا يا بابا مش هتشوف زيي، انا مميزة. طب عاوزة ايه يا ست المميزة؟ عاوزاك تيجي توصلني الجامعة. مش فاضي، وبعدين من امتى بوصلك؟ يلا يا ماما من هنا، مش بوصل حد انا، الا اوصلها قال. لتأتي اسراء بفستانها الازرق الذي يتناسب مع جمال عيونها الزرقاء وحجابها الأبيض الذي يتماشى مع لون بشرتها مما جعلها ملكة جمال. إسراء بهدوء، يلا يا رورو أنا جاهزة. هيثم وقد تجمد مكانه عندما رآها فضحكت روان، يلا يا سوسو شكل الأستاذ هيثم مش فاضي يوصلنا، تعالي ناخد تاكسي عشان العربية بتاعتي عطلت، ولا الحجة ليك يا هيثم الكلب. ياه يا رورو قلبك ابيض، ده انتي اختي حبيبتي، يعني لو ما وصلتش اختي هوصل مين يعني؟ تعالي يا روان يا قمر بحلاوتك اللي هتموتني في يوم دي، اما وصلك لحد باب جامعتك كمان. روان بضحك وهي تعلم ما يقصده اخيها، ايه ده مش كنت من شوية مش عاوز توصلني ومش فاضي؟ ايه مالك قلبت بطة بلدي كده؟ ومن امتى المعاكسات دي؟ ها؟ هيثم بهيان وهو ينظر لإسراء التي كادت ان تموت من كثرة الخجل. من زمان او يا روان، من 5 سنين واكتر كمان، وانا بحبك وبعكسك، بس ما كانش نفع اقولها لك في الوقت ده. لا خلاص يا جماعة نطلع فاصل مش قادرة. لينفجر كل من إسراء وهيثم ضاحكين من تلك المجنونة. هيثم بجدية، كفاية كده هزار يا ست روان، يلا عشان أوصلكم. وانت يا ست إسراء اللي يكلمك أو يبصلك بس تقوليلي عليه، أنا هسبقكم على تحت. يلا يا روان. روان بمزاح بعد خروج إسراء، ما تتلحلح كده ياد، وروح قولها بحبك يا ملبل، خلينا أفرح بيكم. يخرب بيت ألفاظك يا شيخة، قدامي أخرة صبري على رأي أمك. وذهب هيثم ليوصل إسراء وريوان إلى جامعتهم. أما عند آدم فدخل بكل غرور إلى شركته كعادته. آدم بجدية وهو يدخل مكتبه، رضوى ابعتي لي القهوة بتاعتي على المكتب، ونادي على الأستاذ علي عشان عاوزه في مكتبي. حاضر يا فندم، أي أوامر تانية؟ لا شكرا اتفضلي. لتخرج رضوى تاركة آدم غارقا في تفكيره عن ابن السيوفي الذي ظن نفسه أنه قد يفوز بتحدي مع النمر. آدم في نفسه، أنا هسيبك تعمل اللي انت عاوزه، بس يوم ما هبدأ أنا
انت ساعتها اللي هتندم. وفي شركة السيوفي كانت تلك الفتاة جالسة في ردة الاستقبال تفكر هل ستقبل للوظيفة أم لا. ستوب. رحمة فاروق 22 سنة. رحمة اسم على مسمى، فهي فعلا رحمة، وكل من يراها يشعر بمدى طيبة ورحمة تلك الفتاة الجميلة ويحبها لصدقها وطيبتها قبل شكلها. ولكن رغم هذا هي رائعة في الجمال والوصف، تمتلك عيون سوداء واسعة ورموش كثيفة ووجه دائري أبيض وشعر طويل تغطيه تحت حجابها الذي زادها جمالا. تخرجت حديثا من كلية الأدب شعبة الاجتماع. رحمة في نفسها، يعني هيسيبوا الموزز دول كلهم ويختاروني أنا؟ يو يا رحمة خليكي واثقة من نفسك، مش كده. نظرت حولها للفتيات في مثل عمرها وأكبر لتجد أكثرهم يرتدون ثيابا لا تستر، أو كما يسمى الميني جيب الذي لا يكاد يصل للركبة. رحمة في نفسها، اهدي اهدي، خير إن شاء الله، يا رب استر واتقبل في الوظيفة دي يا رب عشان أقدر أساعد ماما تعمل العملية يا رب. رحمة وحيدة أمها وأبوها، أبوها رجل سكير لا يفارق الخمر، وأمها امرأة مريضة تحتاج لعملية في قلبها، مما دفع رحمة للعمل. رحمة وهي تستفيق من شرودها على نداء أحدهم، أنسة رحمة فاروق أنا أهو. اتفضلي يا فندم عشان الانترفيو بتاع حضرتك. حاضر شكرا. ثم دخلت إلى المكتب بخطوات متوترة وهي تذكر الله في نفسها لكي تقبل في تلك الوظيفة. أما عند إسلام الذي وصل إلى الجامعة، يوه شكلها جت بدري النهاردة وطلعت، جاية في اليوم اللي جيلك فيه متأخر عشان أشوفك، تيجي أنت بدري، يلا أما أطلع بقى. ليذهب إسلام في طريقه للمدرج، ولكن يوقفه منظر جعل الدماء تغلي في عروقه. هيثم وهو بيوصل روان بعد أن أوصل إسراء إلى كليتها أولا، بص يا بنت خدي بالك من نفسك وخدي بالك من سوسو حبيبتي. روان غير منتبهة لمن كان ينظر إليهم بغيرة وعلى وشك ضرب أحدهم. حبيبتك يا عيني عليك يا سوسو، وربنا البت دي لو اتجوزتك انا مش هاخد منها نصايح في اختيار شريك حياتي نهائي. بقى كده يلا يا هبلة، وما تاخديش بالك من نفسك، خدي بالك من سوسو بس. طب يلا يا بابا من هنا، يلا يا كوكو ما تنحش. وجريت لمحاضرتها قبل ما يلحق بها اخوها. اسلام في نفسه بعد ان رأى روان تضحك مع غيره فقد ظن انه حبيبها. بقى كده يا روان، طيب انا بقى هعرفك ازاي تقفي وتضحكي كده عادي مع حبيبك قدام الكليه، انا هربيكي. ثم دخل الى المدرج. اسلام وهو يدخل للمدرج، السلام عليكم، ازيكم جميعا، اتمنى تكونوا بخير. قبل ما ابدا شرح، انسه روان ايمن خليفه، يا ريت تفضل تقف. لتقف روان مصدومه فهي لا تعي ماذا حدث. ايوه يا دكتور، اتفضلي بره، ويا ريت ما تحضرليش تاني عشان انتي مش محترمه نفسك ومش محترمه ان ده مكان دراسه. انا؟ ايوه انتي يا انسه روان، واقفه بكل بجاحه مع حبيبك قدام الكليه ويوصلك، وتضحكوا وتهزروا مع بعض عادي خالص، ما انتي لو متربيه ما كنتيش عملتي كده. لو سمحتي يا دكتور انا ما اسمحلكش تتكلم كده عليا ولا على تربيتي، انا متربيه كويس وعارفه حدودي كويس، انا اصلا مش عارفه انت بتتكلم عن مين، فيا ريت لو سمحت تحترم نفسك وانت بتكلمني وبتتكلم عليا، وحتى لو زي ما بتقول جايه مع حبيبي ده ما يديش لحضرتك اي حق انك تطردني من المحاضره عشان دي حياتي الشخصيه، انا اصلا بعد كلامك ده لا يمكن احضر لك تاني. وقامت روان تخرج من المدرج ووجهها احمر من كثره الغضب وتبكي بشده من احراجها بتلك الطريقه أمام زملائها، فلا تعلم أي جريمة ارتكبت
وأي حبيب هذا الذي يتحدث عنه ذلك الأحمق؟ ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.